السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الليلة في حتة جميلة، الحتة اسمها رامانغ رامانغ، فحناخدكم جولة بالقارب في يعني بين زي ما بقولوا الغابة وفي نص النهر. إن شاء الله تستمتعوا معنا بالرحلة وتكون رحلة جميلة إن شاء الله. يلا نتحرك، حنمشي على الدرماغاتيجا اللي هو زي ما نقوله الميناء الثالث، طبعا الميناء الثاني. بعدك بنجي راجع للميناء شنو الأول. هنا شايفين غرامة 500,000 روبية للي بيقطع الصنبة، الوساخة، الصنبة اللي هي الوساخة. شايفين المويه دي تقريبا حاليا قلت، لانه زي ما شايفين الجزوع ظاهره المويه بتاعت النهر قلت، فاعتقد لانه لسه الخريف ما استمر زي الناس، الواحد مخايف انه يكون يطلع له وتمسح من هنا. ده طبعا هناي اسمه شنو، غارب باليد ما شاء الله، قارب يدوي بالتجديف. كمان في مراية هنا زي ما شايفين حقت عشان يشوفوا بالي الناس جايين من الاتجاه الثاني، لانه دي شكلها لفة، شايفين المراية. دي المقاعد هناك، في ثلاثة ورا واثنين هنا، او اثنين ورا، ستة تقريبا معاه قدام هنا الواحد ممكن يقعد. طبعا الغارب ده بتستأجروا حكاية بتاعت 200 روبية للشخصين، إذا كان أكثر من 4 أشخاص تقريبا ب 400,000، لأنه كل ما كان الناس كثيرين كل ما زاد السعر بتاعه. فيعني نوعا ما هو يقولوا غالي. سبحان الله حتة جميلة عينه من الجبل. يا سلام، الجبل يعني غابة نهر معك جبل، حتة عجيبة سبحان الله. ده غارب تاني بيودي الناس برضه يلف بيهم. حتة جميلة من جوا، من نص الجبل احنا ماشيين. فعشان تعرفوا انه بالجد اندونيسيا دي فيها طبيعة عجيبة، فيها طبيعة خلابة بالمناسبة. فاتمنى انكم تستمتعوا في الفيديو ده، لانه بالجد انا ذاتي شخصيا مستمتع يعني. حتة حلوة وجميلة، والواحد اهو بيرفه في نص الغابة. تقريبا حصلنا الدرماغاتيجا اللي هو الميناء الثالث. الحته دي يلا، الحته دي المواتر والعربات ما بتخش، ما لم يكون بالاسم شنو بالقارب ما في زول بيقدر يخش المكان ده اللي هو الدرماغاتيجا ده. طبعا حاليا تمطر زي ما شايفين، الجو جميل.
دي طبعا الحته دي في نص الجبال، ما في يعني ما في شوارع، ما في اي حاجه، عباره عن مزارع بتاعه اسماك زي ما شايفين، بيوت، جبال، بعدك دي شنو هنا؟ النهر، نهر صغير كده. شغل المرعب ده انا ما اعرف شنو، لكن حاجه كده مرعبه. دي غرف تقريبا للايجار، استاجروها يعني. ده فيه ليله عجيبه، هيكون فيه ليله رهيبه، تنوم في نص القابه في نص الجبال تستمتع. يعني حته حلوه، حته مميزه يعني صراحه، يعني جميله. اعتقد اذا في حد جا مكسر هنا يعني، اعتقد انه لازم يجي المحل ده، لانه محل بجد يعني جميل وفي منتهى الروعه يعني. الجبال السكن اللي هي الغرف اللي في الحته دي عبارة عن غرف بتتسكن بتتأجر الليلة ب 400,000 روبية، فبجد يعني حتة حلوة وجميلة تستاهل، لكن صراحة غالية يعني 400,000 روبية غالية جدا جدا. بكده نكون خلصنا الفيديو ده، وما تنسوا يا اخواننا مشاركة الفيديو والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.